ليه العالم بيخاف من جيش باكستان؟ مبدئيا باكستان بالرغم التدهور الاقتصادي فيها ولكن هي سابع جيش في العالم، وهي من الدول التسعة في العالم اللي بتمتلك سلاح نووي. خلينا اقول لك ان قدرتها العسكرية ممكن تبيد بيها مدن كاملة في ساعات قليلة. عدد جنود الجيش الباكستاني في الخدمة 637 ألف جندي، إضافة ل 282 ألف جندي في قوات الاحتياط، وعدد قواته الجوية 1200 طيارة حربية بينها 320 مقاتلة و410 طيارة هجومية. كمان بتمتلك 328 مروحية عسكرية منها 49 مروحية هجومية. أما الدبابات والمدرعات فهي بتمتلك 2182 دبابة وقرابة 2600 مدرعة، إضافة ل 307 مدفع ذات الحركة و1240 مدفع ميداني و144 راجمة صواريخ. ده غير أسطولها البحري اللي بيتكون من 197 قطعة بحرية بينها 5 غواصات و10 فرقاطة و3 كاسحات ألغام. أما بخصوص السلاح الأقوى واللي بيخشى منه أي دولة هتحارب باكستان، هي الترسانة النووية للجيش الباكستاني، لأنه بيمتلك من 90 ل 110 من رؤوس الحربية النووية، وكل ده بميزانية 7 مليار دولار أمريكي. في دول بتنفق أضعاف المبلغ ولكن قوتها محدودة جدا. الخوف من باكستان زاد بعد الهجوم الإيراني اللي اتكلمت عنه بالتفصيل في فيديو نزلته على قناة تاريخ الكوكب، تقدر تروح وتشوفه. فمن وجهة نظرك، هل شايف ان التوترات بين إيران وباكستان ممكن توصل لحرب ما بينهم؟ مستني رأيك في التعليقات.